معي في تبع الجرة. تبع الجرة الحقيقة الفيديو الأولاني اللي باش نبداو به ما نعرفش إذا كان ظهر لي برشا عباد شافوه وقاموا الصباح اليوم عليه. أنا كي حليت وتفرجت رغم أنه معناها أكيد راهو ثم مخالفة، ولكن الناس هذوما سخفوني كي تشوف رجال ونساء تبكي بالدموع، تبكي بالدموع ونقول بالدموع، ومقهورين على عملية البارح هدم. أكثر من فرد وأكثر من عائلة يصرف عليهم الكشك هذاك. البارح في الليل في ساعة متأخرة يبدو أنه لأن الدنيا ظلمة الفيديو هذية قاموا بهدم مجموعة من الكشك كما قلنا 21 كشك. الحقيقة مصباح وحنا نحاول نتصل برئيس بلدية حمام الزريبة باش يحكي لنا ولا يقول لنا علاش تم اتخاذ القرار هذية في وقت كما هذاك شهر رمضان. ليلة رمضان العباد معناها صابحة باش تخدم باش تسترزق. ثاني حاجة، هل انه ما ثماش طريقة أخرى كانت تنجم تتحل بها الأمور غير عملية الهدم؟ لأنها الحقيقة كي نسمعوا البكاء والعويل متاع النساء والرجال في الفيديو هذية شيء يأسف. نعرفوا انه هذية مادام خذوا فيه قرار متاع هدم معناها راهو مخالف ومبني على أراضي بطبيعة راهي تابعة للدولة وإلا غيره، أكيد فيها المخالفة، ولكن نحاولوا على الأقل يا إما نبحثوا على طرق قانونية نسويوا بها الوضعيات بتاع الناس المخالفين هذوما، وإلا نشوفوا لهم موارد رزق أخرى. معناها باش تجي أنت راجل وإلا مرأة يخدموا على صغيرات وفجأة تجي تهدل الكشك نتاعه وزيد ليلة رمضان، معناها راك حكمت عليه بالجوع شهر كامل. المفروض لأنه القرارات متاع الهدم صحيح القرار تصدره معناها البلدية، ولكن باش يتم تنفيذه إلا بقرار من الوالي ويتنفذ بحضور القوات الأمنية. دونك الأطراف هذوما الكلهم كانوا ينجموا يقعدوا مع بعضهم ويلقاو حل للناس هذوما 21 عائلة يا رسول الله. لأنه الحقيقة الفيديو أنا صباح كي تفرجت عليه وشفته متأسف. على غالب رئيس البلدية حطمنا أرقام قياسية في الاتصال به، اتصلنا على الرقم الفيكس متاع البلدية واعطونا الرقم متاعه، ولكن هو مصباح نتصل به ما جاوبناش لتو باش ناخذوا على الأقل توضيح وباش ناخذوا شنو بعد تنفذ القرار. على الأقل السلطات الجهوية تلقى حل للناس هذوما اللي يسترسقوا من المكان هذايا بطريقة قانونية أخرى، تعطيه نصبة، تعطيه فضاء آخر وين ينجم يخدم. المهم أنك ما تخليش عائلة تقعد للجوع وللشر. وهي ديجا مناسبة باش نحكيو للناس والعباد اللي تسمع فينا الكل، يهديكم ربي، البناءات في الفوضوية وإلا كيف كي تكون أكشاك وإلا ديار وإلا غيره، ما تقولش راهو ليه توا البلدية تسكت ولا توا راهو تعدى ولا نعملوا شفنا احنا من الثورة لهنا برشا بناءات فوضوية. يهديكم ربي، راك باش تخسروا فلوسكم لأنه القرار باش يتنفذ عاجلا أم آجلا باش يتنفذ، فما تخسروش فلوسكم وما تحطوش فلوسكم في بلاصة ما هيش مضمونة وإجراءات متاعها ما هيش قانونية 100% باش من بعد ما توصلوش للوضعية هذية. لأنه الصورة اللي شفناها في الفيديوهات اللي تنشرت على موقع التواصل الاجتماعي في عملية الهدم اللي صارت البارح حاجة تأسف. وكا ربي معاهم. نتصور فتحية أنا هكا نتصور، والله أعلم. على ذلك حبيت لو كان ناخذ توضيح مع عند رئيس البلدية، نتصور راهو جاوهم تحذيرات من قبل، نتصور راهم صحيت معناها بعثوا لهم برشا انذارات وكل شيء. أما هو مش سهل أنك تجي بين النهار وليلة تقول له أخلي المكان وإلا بعد رانا باش أما لا الوقت مناسب. الحقيقة كان على الأقل كان من الممكن إذا كان الأمور ما هيش عاجلة على الأخر صحيح على تخليهم يكملوا رمضان بعد رمضان وبعد العيد ويتنفذ القرار
هو باش تنفذ هكا ولا هكا، لانه قرار ولانه البناء وان الاكشات منتصبه بطريقه فوضويه ما هيش ما عندهاش التراخيص القانونيه، ولكن على الاقل في نفس الوقت تخلي بعد رمضان، وثاني حاجه تلقى زاده حل بديل للناس هذوما باش ينجم هو يولي يخدم بطريقه قانونيه، لانه هو توكي تجي برشا ناس كيف من هكا تقول لهم علاش، يقول لك انا جريت ما بين الولايه وما بين المعتمديه وما بين العمده ونقول له ونحب راني رخصه، يقول لك يعطيه الرخصه يا اما بالرشوه والا يحبوا على الرشوه انا في حاليش، يا اما يخليه رقد لك الدوسي عنده قداش وقداش وما يعطيش الرخصه. دونك معناها يقول لك انا استنفذت جريت 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 وتعبت، دونك وليت نعمل اللي في مخي وليت نمشي باجراءات غير قانونيه. لهنا ماذا بينا زاد الناس خاصه العائلات المعوزه اللي تقدم بمطلب في كشك والا في حاجه ولا في نصبه ولا غيره، افتحوا الارزاق للعباد، حاولوا انكم تستجيبوا لكل المطالب هذه، خلي الناس تسترزق وخلي الناس اللي عندها عائلات يوكلوا عائلتهم. ونعرفوا احنا ديجا ما يزيش الازمه توا ديجا نتاع الكوفيد والامور الاقتصاديه تعبه، ونزيدوا نسكروا عليهم ابواب الرزق، معناها الناس هذوما راهم لازمهم نظره ولازمهم تسريع في حكايه الاجراءات هذه نتاع الرخص اللي ياخذوهم. نمشيو للموضوع الثاني الحقيقه اللي تفاجئ به العالم الكل صح. موضوع هذايا اعترافات نادرة وصفوها برشا وسائل إعلام عربية وعالمية، نادرة جينا اعترافات نادرة جينا من الصين بضعف بعض لقاحات فيروس كورونا الصينية. هو أكيد ثم أكثر من نوع، ما ذكروش أنه بالضبط النوع اللي يعتبروا أنه الفاعلية متاعه ضعيفة برشا. هذايا التصريح هذا يجي على لسان أكبر مسؤول في مجال مكافحة الأمراض في الصين، اللي قال أنه فعالية واحد من اللقاحات الصينية منخفضة، وأنه الحكومة قاعدة تدرس في مزج اللقاحات هذه لتعزيز قوتها. مدير المراكز الصينية للسيطرة على الأمراض قال في مؤتمر نهار السبت أنه اللقاحات الصينية لا تتمتع بمعدلات حماية مرتفعة للغاية، وكانت بكين ديجا وزعت مئات ومئات الملايين من الجرعات في دول أخرى من بينهم تونس، اللي احنا نتذكروا كنا تسلمنا 200 ألف جرعة من لقاح سينوفاك الصيني، من عش إذا كان هذا هو نفسه اللي يحكيوا عليه والا ليه. وحتى ثم شكون استعمل منه في التلقيح في المده اللي فاتت التوانسه. بعد التصريح هذايا كيفاش باش يصير؟ هل باش يتم ايقاف استخدامه ام باش نواصلوا تونس استخدام اللقاحات الصينيه؟ عنا اكيد راهو ثم اتفاقات باش يجيبوا جرعات اخرين من اللقاح الصيني، هل باش نكملوا فيهم والا ليه؟ دونك الموضوع هذايا مازال محل درس ومتابعه من كل الدول اللي خذات اللقاح هذايا. وكي نعرفوا لانه نستغربوا شويه يعني في الدراسات السريريه الاولى، هي اي دوله ما تقتني لقاح الا ما تكون نتائج اللقاحات ولا نتائج السريريه للقاحات هذه تكون فعاله وعندها نسبه محترمه من الفاعليه. وقت اللي تجي دوله كيما الصين وتقول انه لقاح الصيني هذايا الفاعليه نتاعو ما هيش باهيه برشا، معناها ينجم كي تلقح به كي ما تلقحش به، ينجم يحميك بنسبه قليله برشا من الكورونا، دونك لهنا تولي مشكله كبيره. وثم حتى اللي مشاو واللي قالوا ثم مثلا باحثين في البرازيل يقولوا انه معدل فاعليه لقاح سينوفاك الصيني في الوقايه من الالتهابات يوصل 50.4%، واللي يعتبرها ربما نسبه قليله. وبالنسبه للفاعليه نتاع اللقاح هذايا لقاحات اخرين لقاح هذايا بارابور لقاحات اخرين يعتبر هو الأضعف، معناه 50% مقابل مثلا 97% الفايزر، دونك يعتبر ضعيف. كيف كيف زادا ثم حديث على أنه تلقيح الصيني زادا ما هوش فعال ضد السلالة الجديدة، السلالة البريطانية والسلالة الجنوب إفريقية، وأنه قادر على حتى اللقح بها نجم يصاب بالسلالة هذه. دونك الموضوع هذا محل نقاش ونقاش كبير برشا، ولازم نعرفوا شنو اللي صار فيه وشنو موقف تونس وكيفاش باش يكون التعامل مع اللقاح الصيني إذا كان يخرج، لأنه هذايا أكبر مسؤول في مكافحة الأمراض في الصين. معناها مخرج قال التصريح هذايا إلا ما عندهم البيانات والأرقام الضرورية والواضحة بخصوص الموضوع هذايا. دونك لازم زادة كيف كل الدول اللي اقتنت اللقاح
وشوفوا زاد مع العبيد توارا فما ناس تنقحت فوالا اذا كان صحيح الكلام هذايا واكيد 100% معناها لازمهم يشوفوا هل باش يتعاود تلقيحهم بلقاحات اخرى ولا شنو اللي باش يصير بالضبط. شنو العبيد داخلين بعضهم عند ربي وزيد تصريحات كما هي تصريحات كيف هذه تنجم تعمل ارباك كبير. فقط جوست زاد حبيت نختم اليوم بصوره تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي جينا من قدام الإدارة الجهوية للصحة في تونس والحقيقة تصويرة هذية مؤسفة. نعرفوا أنه ثم برشا عباد اللي تعمل التحاليل متاحة في تونس مثلا مش تمشي تاخو إلا النتائج متاع التحاليل من الإدارة الجهوية للصحة في تونس. صف طويل عريض، صف تقريبا في الكياس وصل الكياس ولآخر الكياس وعباد بجنب بعضها لابسين هما الكمامات مغلبهم ولكن ثم برشا تلاصق وعدم احترام التباعد. هذوما للناس اللي مشاو يوم في تحاليل الكورونا صحار معناها مشاو باش ياخذوا النتائج نتاع التحاليل معناها حتى اللي معناه حتى لم اللي يصب باللول معناها ينجم يكون وقت اللي ماشي ياخذ في الريزلتا نتاعو ياخذ العدوى بالفوضى هذيك سالمه نيجاتيف باريره. تصويره اخرى زاد كيف كيف اليوم الدوله هي من امس الاسواق في تونس العاصمه كما تقول أمي أمي لبرة ما تطاش وين ترشقها معناها اكتظاظ كبير. شطر العباد زاد كيف كيف مش محترمة لا التباعد ولا ارتداء الكمامة. الأسواق تملأ وتفرغ. هذاك هو التونسي ما تبدل حتى شيء في نهارين ولا جمعة هذه رغم خطوط بارح عندي قضيتين مهمين لازم نقضيهم ما عنديش خطر بالحق في الدار. قعدت نستنى حتى كشي اللي عندي فضاء تجاري مقابل داري نستنى حتى التسعة ونص باش فضاء شوية باش نحب ندخل نقضيها القضية هذه. ما قلت خليه يفرغ متى يروحوا ما روحوش. ريتشي فور بوايار بعد كل الريدو هابط والناس طالعين من تحت الريدو للمرحلة اللي وصلت وما قضيت حتى ليه متاع ساي متاع تارام يخرجوا في متاع أخرجوا معناه على أساس شاصبحوا مسكرين كلهم اليوم باش يموتوا بالشر الناس كل عيني رات وما راتش اللي راتوا البارح ما ريتش نرى ما بويسكو قلت لك الفضاء التجاري قدام داري الكونتيتي نتاع الملسوقه اللي مخرجها الراجل في دي نتاع بيني وبينك ربي تشد رمضان كامل اللحومه كامله وهذاك هو الساعه الملسوقه قبل بنهار علاش معناها ما نعرفش اصلا تفسد ما نعرفش ما يا خوفي من اللي جاي. الحقيقه احنا ساعات كي نبدا نحكيوا هكا كورونا وجينا برشا ملاحظات نهار كامل وانتم تغوثوا علينا في الاعلام نهار كامل وانتم تهولوا في الامور رانا ماناش احنا اللي نهولوا في الامور ولانا مش احنا اللي نقولوا اللي باش تصير راهي كارثه صحيه اذا باش نواصلوا هكا. راهو هذوما الطب ورؤساء اقسام راهم هذوما الناس الموجودين في المستشفيات وقاعدين يشوفوا في الناس اللي تدخل وتخرج والعباد المصابه والوفيات قداش في كل مستشفى. هذوما اطباء وناس مسؤوله قاعدين ينبهوا يوميا على انه الوضع خطير وخطير جدا وانه راهو المره هذه اقوى من الموجه الثانيه واقوى من الموجه الاولى. وراهي تونس عاشتها لا الامور المره هذه بالحق راهي خطيره وخطيره جدا جدا جدا. راهي سرعه الاصابه قاعده تنتشر بطريقه غريبه برشا برشا. دونك البسوا كمامتكم يهديكم ربي وحافظوا على التباعد خاصه لبس الكمامه. اذا كان مستحيل التباعد خاصه مثلا في وسائل النقل على الاقل البس كمامتك. توا العباد ماشي توا بعض المختصين ماشيين في انه كمامه واحده ما تكفيش لازم زوز كمامات باش تنجم توقي روحك وهو حتى كمامه واحده مش لابسها. التاكسيستيه كيفاش بربي زادك كي تطلعوا تاكسيستيه البس انت ساعه كمامتك. وثاني حاجه يا سيدي الشخص اللي ما تلقاهش انا واحده من الناس حتى الناس تركب في التاكسي ولا يركبوا في لواج ولا غيره الشخص اللي مش لابس كمامه قول المولى التاكسي ما نطلعش معاه ما يطلعوش وانا ما نطلعش معاك انا وقعت كمامه ما انت لا انت تطلع معاه ولا هو ما تطلعوش معاك هكا انت تحافظ ومن حقك راهو من حقك قانونيا انك ترفض يطلع معاك شخص مش لابس الكمامه. دونك انتم بيتكم كونوا مراقبين وكونوا زاد كيف كيف واعيين وتعرفوا كيفاش نجموا تخليوا المواطنين بيدهم هما يحترموا الاجراءات هذه. كانت هذه اخبار تبع عشر. تبع